هو جوزي مخليني اتنفس ولا شيء، لساته مفكر اني بحب واحد ثاني. ما طلعت من الصبح كل هالوقت مع صاحبك؟ بحياتك امزح معك، هاي مش مزحه. حسي راسي بدي يتفشل. اي شيء بدك تعرفه مني قبل ما اموت رح اجاوبك عليه. هدول بنات ما لهم جسم، انا المسبقه فيهم وانا حاضره للموت. ليش كنت شافك؟ شو السبب؟ مسحوني مع واحد غير جوزي، يا الفضيحه بعدها على الذبح عن جوزي يا العماله. بدنا تشتغلي معانا ولي قاعد العماله. انا واعي لحجم الخراب والدمار اللي راح يصير في عيالهم، بس احنا كمقاومه ما عندناش خير ثاني. طب شو المواصفات تبعت البنات اللي بتختاريها؟ اخترت كل وحده جوزها خرا. أنا إلي الحق أعرف عن كل حركة بتعمليها، خصوصاً لما ولا مرة ولا مرة حسستيني إنك بتحبيني. أنا بنصيبي وبحاجة ليلى. حتى نحكينا لازم نبعد عنك ما بنقدر. ليش اخترتي تخبي هاي الصورة بالذات؟ مين هاي؟ لكلي هالبنت بأسرع وقت ممكن. ماما أنا طالعة على الأوضة. مش حدا بداخل داخله بخافش من الموت، بس في ناس بتلعبها منيح والاغلب لا. الظاهر انا وانت من اللي بيعرفوا يلعبوها.